كرة القدم من أكتر الألعاب الرياضية اللي بتجمعنا كلنا، كل حد فينا حتى لو مش مهتم قوي بيها عنده فريق مفضل بيشجعه أو بينتمي ليه، وبتعتبر كرة القدم من أكتر الرياضات شعبية حول العالم. الحقيقة هنا في مصر ومن زمان قوي دايما بنشوف منافسة شريفة ومحترمة بين الأهلي والزمالك على وجه التحديد، وطول عمر الجمهورين بينافسوا بعض هم كمان، ولكن كان كل ده بيحصل بأدب وباحترام وبأخلاق. والنهارده هنتكلم عن ظاهرة مش كويسة ظهرت مؤخرا بسبب السوشيال ميديا، وهي جروبس المشجعين. المشكلة مش في الفكرة نفسها، ولكن في اللي بيحصل فيها من تنمر على الفريق المنافس واللعيبة، ومش بس كده، ده فيها كمان كمية حاجات كتيرة قوي ملهاش أي علاقة خالص لا بالرياضة ولا بالروح الرياضية. المشكلة كمان إن الجروبس دي بقت تصدر التعصب للناس، وحولت كرة القدم من لعبة رياضية جميلة كلنا بنستمتع بيها لحرب بين بعض. عشان نعرف أكتر عن الموضوع وعن مدى تأثير الظاهرة دي على كرة القدم، خصوصا بعد ما شفنا الماتش بين الأهلي والزمالك، هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور عثمان إبراهيم، الصحفي الرياضي بجريدة الوطن. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وكل مشاهدي القناة الأولى. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزه اعرف من حضرتك، هل جروبس المشجعين بتضر الرياضه وكره القدم في مصر؟ نعم ام لا؟ طبعا هي مش تبقى اجابه بدقه 100%، ربما تكون في بعض الاحيان نعم في بعض الاحيان لا، وفقا لتوجهات هذه الجروبات او هذه المجموعات. لكن المؤكد لو بتزود التعصب او فيها زي ما انت قلت من شويه في تنمر او تريقه بشكل غير مقبول على الفريق المنافس، فاكيد يبقى اكيد هتضر الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا. لكن لو الجروبات الرياضيه مجموعات رياضيه يبقى فيها اتفاقيات مثلا على حضور مباراه، بيتعمل دخله معينه، هدفات تحفيزيه لفرقته بشكل معين، فاكيد في دي هتكون حاجه مميزه جدا جدا. لكن واضح ان في ازمه او مشكله في التربص بالفريق المنافس، سواء المعسكر الاحمر الابيض او الابيض الاحمر من قبل المباريات، او ظاهره التحفيل اللي بيكون بعد المباريات. يمكن التحفيل اللي موجود على السوشيال ميديا يعتبر كان موجود زمان بشكل مختلف، ولكن زي برضو ما سمعت حضرتك بتقولي في المقدمه كان في رقي في التعامل. الناس يعني بيهزروا مع بعض، بينكشوا بعض شويه بلغه الكوره، ولكن ما بيوصلش الموضوع لتنمر او تريقه على شكل او على لون او على اي حاجه. طبعا فكره السوشيال ميديا احنا بنعاني منها من فتره طويله جدا جدا، ان اي واحد بيكون ماسك موبايله او على الكمبيوتر بتاعه او اللابتوب بتاعه بيكون عنده نسبه امان، عارف ان محدش شايفه محدش عارفه، فممكن يقول كلام كبير جدا جدا او كلام مؤذي بشكل كبير جدا جدا بدون اي حسابات، او ان هو يحسب اي عواقب ممكن تحصل بسبب كلامه ده. طبعا بيكون لها اثر سلبي نفسي بشكل كبير جدا جدا. طب حضرتك شايف ان الجروبس دي ليه بقى فيها كل كميه التعصب دي؟ من ايه؟ لا يعني اكيد فكره تواجد جمهور واحد او مجموعه بتشجع كيان واحد في مكان ما، اكيد دي بتزود التعصب. يمكن في من زمان دراسات عن فكره الجماهير او السلوك الجماهيري، يعني ممكن يكون شخص مثقف جدا جدا بيحضر في المدرجات، مش هتكلم حتى في الجروبات، ولكن بيحصل حاجه اسمها سلوك جمعي. يعني ممكن تحصل لقطه معينه في مباراه او غلطه من حكم او غلطه من لاعب، فتلاقي مثلا البعض بدا يشتم، فتلاقي حتى اللي عنده درجه كبيره من الثقافه يخش معاهم في الطريق ومستواه الثقافي بيتدنى الى اللي حواليه. نفس الكلام ده بيحصل في السوشيال ميديا وفي الجروبات، نفس القصه، بيكون كل جروب او معظمه مشجعين لنادي واحد، وبالتالي بيحصل السلوك الجمعي اللي كان في المدرجات بينتقل الى السوشيال ميديا، وممكن يكون واحد على درجه كبيره من الثقافه والوعي والعلم، ولكن يعني ينجر كده لهذا الطريق، ويبقى في ناس بتتنمر على الفريق المنافس وهو يعمل زيهم، انه طبيعته تختلف تماما عن هذا الموضوع. ولكن زي ما قلنا فكره وجود مجموعه كبيره تشجع كيان واحد في مكان واحد بتشكل بعض الازمات، خصوصا لما يكون في بعض الاحداث طبعا متعلقه بمباراه زي ماتش القمه الاخير كان في مباراه طبعا. القمه، وعلى فكره اللي احنا شفناه معظم اللي شفناه كانت حاجات ايجابيه. يمكن شفنا كل جمهور كان عامل دخله لفرقته بشكل لطيف جدا جدا، بيركز على لاعب عنده، ممكن يكون يعني بيزمون كده بينكش المنافس بتاعه، ولكن بشكل مقبول ما فيهوش فيه اي اساءات ولا حاجه. شفنا كان في عائلات مصريه كتيره جدا جدا، شفنا اسر كامله كانت موجوده، شفنا كانت اللقطه الاجمل ان في اسر واخده اطفال صغيرين جدا يمكن اقل من 5 سنوات، وفي اطفال رضع كمان كانوا موجودين في الملعب. يعني كانت مشهد رائع، مشهد جميل. يا ريت السوشيال ميديا لما تيجي تاخد
تاخد هذه اللقطات طبعا. الإيجابية ونبتعد عن اللقطات السلبية، أعتقد هيكون ليها أثر كبير جدا جدا جدا. طيب حضرتك شايف ان برضو في بعض اللعيبه بتحاول انها تكسب جمهور فريقها عن طريق انها تعمل حاجات على السوشيال ميديا تزيد من التعصب، وهل شايف طبعا ده حله ايه؟ طبعا طبعا، دي بقى كارثة كبيرة جدا جدا، وأعتقد لابد النادي نفسه يضع قواعد ان كل لاعب حتى لو استخدم السوشيال ميديا يستخدمه بقواعد معينه، ما بقاش فيها اي تهور او عنف او تطرف ضد فرقته، ضد جمهور فريقه، او حتى جمهور المنافس بشكل طبيعي. الحاجه الثانيه، نتمنى زي ما في تطور في القواعد واللوائح يضاف ليها بند من بنود التعاون على السوشيال ميديا والحسابات الموثقه للاعبين او مدربين، اي حساب منهم يعمل حاجه يعني تثير الفتنه يبقى في عقوبة عليه، سواء غرامات مالية أو حتى الإيقاف من المباريات. أعتقد وقتها كل لاعب يفكر كويس جدا قبل ما يعمل الحركات دي، أو اللي هو الاستفزاز على السوشيال ميديا. وللأسف ودي إفة كبيرة، يعني إحنا كنا مش بنتكلم على الجمهور، المصيبة الأكبر لما يكون في لاعب بيغذي هذا الإحساس، فبالتالي المشكلة هتكبر أكتر وأكتر، لأن اللاعب اللي جوه الملعب بيقود الجماهير للتعصب بهذا الشكل. وطبعا دلوقتي لو انا بلوم على جمهور ان هو بيتنمر على الفرقه الثانيه، لما يلاقي لاعب في فرقته بيعمل تصرف غير مقبول اكيد هينتقد بشكل اسرع واكبر، وربما الناس اللي كانت متزنه وواقفه في منطقه في النص اللي هو مش بيتنمر على حد ولا بيأذي حد هينضم هو كمان للمجموعه المتنمره، بسبب طبعا لاعب تصرف او عمل تصرف غير لائق اخلاقيا داخل الملعب او حتى على السوشيال ميديا. الكاتب الصحفي عثمان ابراهيم، بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا.